السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم وكيف تسير أموركم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أسعد الله أيامكم بكل خير. منذ فترة طويلة لم نلتقي في قناتي هذه. على كل حال إن شاء الله اليوم عندي موعد مع تلميذ لي في مكان إن لم أخطئ في تمام ملاواتي. هيا معي. الحمد لله وصلت الآن إلى هذه الشقة، قد تكون شقته. وقبل أن أنسى، أن أريد أن أخبركم بأنه شاب صيني ماليزي، يعني قبل السنوات تعلم مني اللغة العربية قبل أن يواصل إلى قبل أن يسافر إلى السعودية لمواصلة دراسته هناك. الآن إنه في عطلة دراسية، وعاد إلى ماليزيا لمدة إن لم أخطئ 3 أشهر أو كذا. إن شاء الله بعد قليل سنراه. هذه شقته. لها 8 أدوار أو 8 طوابق، ولا أزال أنتظره. أين هو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي الآن أخ هونغ، ولكن لا أدري ما اسمه الكامل. اسمي كامل هونغ هوي شوي. يعني اسمك الإسلامي موجود أم لا؟ لا لا غير موجود. الحمد لله أنا يكفي حبيبي. لا 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 لست بن عبد الله. لا 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 أون يكفي حبيبي. يكفي يعني. نعم. أون كان يدرس مني اللغة العربية في مركزي قبل السنوات، ثم بعد ذلك سافر إلى السعودية لمواصلة دراسته هناك في جامعة الإسلامية المدينة. الآن أريد أن أجري الحوار معه. لماذا؟ لأنني لم أره منذ زمن، وأنا أريد أن أشارككم حياته اليومية وكيف تعلم اللغة العربية، والآن يصبح أحسن في مهارة اللغة العربية، وإن شاء الله نبدأ معه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أونش، أنا أصلي من بتالين جايا، أريد في بتالين جايا، والحمد لله الآن أسكن عند سنغاي بلو وأدرس في جامعة الإسلامية بالمدينة. والحمد لله تزوجت؟ أنا متزوج، معي أولاد، ولد واحد الحمد لله. ابن؟ ابن نعم. ما اسمه؟ حسين. حسين. ويلقى يمكن أن تلقب بال أبو حسين. أبو حسين. حسين بن أونغ. كيف شكل وجهه؟ شكل صيني أو ملايو؟ أنت تزوجت ملايو. من ملايو أي. لكن تصبح الصيني، أنا زوجتي أيضا إنه الصيني شوي، شكل صيني شوي. أبيض قليلا. نعم، وولدي ما شاء الله أبيض. و منذ متى تسكن في مدينة؟ ذهبت إلى مدينة في السنة الماضية رمضان، في شهر رمضان. أيوة، سمعت أنك قد تخرجت في جامعة محلية هنا في ماليزيا، هل انتهيت من الدراسة؟ الحمد لله انتهيت بالدراسة البكالوريوس
في أي مجال؟ في مادة الهندسية كهرباء وإلكترونيك. ثم يعني غيرت المجال الدراسة. الإنسان يحتاج إلى الدنيا والآخرة. أيوة. إذن ماذا، هل أنت تدرس فقط أو يعني تعمل أيضا؟ أكيد الحمد لله أنا أدرس، وكان في أثناء دراسة في الجامعة الماليزية هذه كيف أقول، أنا أتاج أيضا في نفس الوقت وما يزال حتى الآن الحمد لله. حتى الآن الحمد لله. يعني أريد أن أسأل، يعني متى أسلمت؟ أسلمت قبل 7 سنوات. قبل 7 سنوات في شهر مايو هكذا، في رمضان يعني. في رمضان. رمضان أيضا. يعني ما الأشياء التي تؤدي إلى إسلامك؟ أولا عندي صديقي ينصحني ويقول، يعني الصديق في يعني في المدرسة الثانوية، مدرسة ثانوية. نعم. هو مسلم؟ هو يدعو عبي. مدرسة وطنية أو مدرسة وطنية؟ وطنية. وعندي صديقي يدعو هكذا وفكر يعني موت، يعني أنت تموت بدون إسلام، بدون إيمان هكذا، يعني كيف أقول، هذا عبث يعني. عبث يعني. أنت فكرت في تلك الأيام يعني كيف نصيبك في الآخرة؟ في نعم. في الجنة أم في لأن الحياة بدون هدف، بدون هدف. نعم. بدون هدف وبدون غاية كيف هذا الحياة؟ أنت كيف أقول، تحيي وتميت بدون أي شيء، كيف؟ ما دينك السابق؟ الدين وليت بدين اسمه البوذية. بوذية. ثم بعد ذلك لماذا يعني أنت ترغب في دراسة اللغة العربية؟ لكن أحب اللغة العربية من قبل الإسلام يعني. أيوة. أنا درست قبل دخولي في الإسلام يعني. في المدرسة؟ لا بالأونلاين، بتطبيقات وفيديوهات وهكذا. هذا قبل، هذا يبدأ بالسنة 2016 تقريبا، و15 بينه وبينها هكذا. كم عمرك في تلك اللحظة؟ 16 18. كان هكذا يعني، عندي أصدقاء من فيسبوك كان هم عربي يعني، يعني لغة يعجبني يعني، ما شاء الله، ودرست هكذا. وجدت الآن لغتك يعني أحسن من قبل. هذا عندما يعني تعلم في مركزي حاول أن يتكلم بالعربية، ولكن الآن تصبح مهارته في الكلام أحسن بكثير الحمد لله. لماذا؟ لأنه الآن يعيش في بيئة عربية في المدينة، وهو طبعا محظوظ يعني يعيش في قريبا من يعني من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني في المدينة يوجد طلاب وعرب وهكذا، والحمد لله طبعا هم يساعدونك. طبعا، لكن في نسبة العرب يمكن ليس كله، لكن يعني نحن في جامعة، الجامعة أغلبهم طلاب من دولة من دول مختلفة يعني. وكيف نتكلم إلا بالعربي هذه؟ لأنهم يتكلمون فرنسا ويتكلمون يعني لغة مختلفة إلا فقط عربي، حتى الذي يتكلم إنجليزية يتكلم بلهجة مختلفة، كيف هذا يتكلم بها؟ الآن هل تلتحق بكلية؟ هل تدخل في الكلية؟ إن شاء الله بعد إجازة. بعد إجازة إن شاء الله.
في أي كلية؟ أود بال أود بالكلية الحديثة إن شاء الله. حديثة؟ نعم. إن شاء الله. لأن حديث يشمل كل شيء يعني. أيوة. في فقه وفي اللغة. لماذا يعني في مجال القرآن؟ شوف القرآن لا كيف القرآن؟ كيف أقول؟ الشروط الشرط أن جامع لابد تحفظ كل القرآن كل كاملة كلها. ما أريد كله، ما أريد فقط أربع أجزاء فقط. هل بدأت تحفظ القرآن؟ نعم، الشيخ في المسجد النبوي موجود. وعندي حفظ المتون أيضا. ما شاء الله. لكن بسبب الدراسة تركت يعني الدراسة في مسائي أسيا أحدو. يعني إذا فصلين فصل واحد أستطيع، لكن فصل ثاني لا أستطيع لأن في مسائي لا أستطيع أن أقدم للشيخ. لكن سأبدأ إن شاء الله بعد إجازة سأستمر إن شاء الله. ما النصائح التي تريد أن تعطي يعني خاصة الماليزيين بالنسبة إلى ماذا؟ يعني متعلق بتعلم اللغة العربية؟ أنصح في حقيقة أن يعيش مع العرب ويتكلم في العرب. المهم يعني إن يعيش في ماليزيا يعيش في ماليزيا كيف ننمي مهارتنا؟ ممكن أن نمارس مع أهلي أحيانا يعني لا يتكلم بالإنجليزية عرفت هذا صعب يعني. هل يمكن أن نشاهد يعني الفيديوهات؟ ممكن إن شاء الله يعني هذه يعني تساعد في يوتيوب كثير فيديوهات يعني حتى يوجد اسمه هذا يوجد سبونج بوب في لغة عربي ويتكلم بالفصحى والأطفال يعني أيوة موجود يعني أشاهد هذا أحيانا لكن أحسن ماذا ما القناة في على اليوتيوب التي تريد أن تري يعني أنت تقترح عليكم عليهم أن تشاهدوها منها فيديو عن الأطفال فيها أطفال فيديو أطفال وإقرأ كتب عن الأطفال ماذا مثل ما تنصح لي قبل سنة وستة شو عن السنة طبعا لأن أنت تدرس اللغة تدرس مثل أطفال أول وبالتالي تزيد وتحسن أيوه إن شاء الله شكرا جزيلا لكم يا أخي كريم إن شاء الله المشاركة جيدة ممتازة إن شاء الله يعني هذه المشاركة تفيدهم في تعلم اللغة العربية إن شاء الله ندعو أن تكون هذه اللغة منتشرة في بلدنا هذا شكرا لكم.